بكم اعزائي، اهلا وسهلا بكم في قناتي ارت اند لايف ستايل. اليوم غادي نديرو هاد لي ستاتيو، الوريقات اللي كيتباعوا في ارقى المتاجر، اثمنة غالية، غنديروهم بثمن لا يقل عن 20 درهم، ممكن اقل من ذلك. الو غادي نحتاجو كالعادة بعض الادوات اللي غنخليهم لكم في صندوق الوصف، وغنخلي لكم الرابط ديال القاعدة في اعلى الشاشه، غتلقاوه اللي كنا عملناهم، هذا الرابط يباليكم اللي كنا درناهم بكرتونه البيض، اعاده تدوير كرتونه البيض، صوبنا بها هذوك الباز. الو غنحتاجوا مسدس الشمع، وغنحتاجوا طبعا اصابع الشمع. غادي نحتاجوا واحد السطح ديال العمل اللي غادي نديروا عليه هذاك لاستاتيو، وغنحتاجوا واحد الكريم، اي نوع من الكريم متوفر ما كيهمش، غير باش يسهل لنا ازاله الورقه من سطح العمل. وغنحتاجوا سبراي بينت ذهبي. الو بسم الله على بركه الله، غادي نبداو. دونك اول حاجه غادي نديرو، غادي ندهنوا سطح العمل بالكريم، اي نوع من الكريم اللي عندكم، اي حاجه توفرات تقدروا تستعملوها كما استعملناها في اللوحات السابقه اللي درنا دوك ثلاثه ديال اللوحات المتتاليات الاحجام. غادي نديروا نفس الطريقه، كنستعملوا الكريم كما قلنا باش كتسهل علينا ازاله الشمع بعد ما كينشف من سطح العمل، كنزولوه بدون عناء. الوغ اون فوا دابا دهنا سطح العمل، كناخدو المسدس ديال الشمع ديالنا، الوغ كنصاوبو غير لا بوزيسيون ديال سطح العمل اللي حنا غادي نخدمو عليه، كنقادو له الوضع في الجهة اللي حنا باغيين نديرو فيها هاديك الوريقة ديالنا، وكنبداو الخدمة. الوغ الشكل اللي نتوما حابينو، الحجم اللي نتوما حابينو ديال الورقة، تقدروا ديرو كبير يعني متوسط او صغير. الاشكال ديال الاوراق كما كتعرفوا كاين بزاف الانواع الاشكال، بحال الشكل ديال ورقة الموز، الشكل ديال ورقة الاوكاليبتوس، كاين العديد والعديد من الاشكال والانماط ديال الورقة اللي كتستهويكم، تقدروا تعملوها، طبقوا نفس الطريقة وتمشيوا نفس الخطوات، ولكن بالشكل اللي نتوما غادي يرضيكم. الوغ كيما كتشوفوا معايا، انا بديت بمسدس الشمع، بديت درت هذاك العرق اللي كيكون في الوسط ديال الورقة اولا، باش غادي نبني عليه المنحة ديال الرسم ديالي. الوغ الا كنتوا اول مرة كتدخلوا القناة، ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس والضغط على لايك ومشاركة الفيديو. وإذا كنتم من مشتركين القناة، مرحبا بكم مرة أخرى، ودعموني باللايك وشاركوا الفيديو مع أحبابكم باش تعم الفائدة كما كنقولوا. شجعوني دعموني باش نزيد نحط ديكورات أخرى وأشكال جديدة. ألوغ كما دابا كتشوفوا معايا، دابا كندير لو كونتورين، يعني كنديرو الجنبات ديال الورقه ديالنا اللي غتحدد لنا الشكل الكلي للورقه. وبعد ذلك غادي نعملو الديكور ديال الداخل. الوغ باش ما نطولش عليكم، غادي نحاول نسرع شويه الفيديو، مي اون اتوندون غادي غير نقول لكم، غادي ندير دابا الورقه معكم اونلاين، الورقة الاولى، وغادي نديرو ورقة ثانية اوفلاين كما شفتو في الفيديو ديال التقديمة، انه فيه جوج ديال المنحوتات، وحدة اكبر من وحدة، فيهم القليل من الاختلاف، ماشي مختلفتين، ورقتين مختلفتين ماشي مختلفتين كثيرا، فيهم واحد النسبة صغيرة من الاختلاف باش ما يجيولناش كوبي كولي. الا نتوما حابين انكم تعملوهم نفس الموديل، تقدروا ديروهم نفس الموديل، الا حبيتوا انكم ديروهم بحال اللي درت انا مختلفين، كيرجع لكم الاختيار. الوغ كما كتشوفوا دابا انا خدامه كنصوب في الشكل بمسدس الشمع، وعندما انتهي سوف نقوم ب
المرحلة التي تليها باش نكملو الشكل ديالنا. احنا ساليناها دابا كما كتشوفو، زولتها بسهولة تامة لان هذاك الكريم كيساعدنا اننا نسلوها بحال اللي كنسلو كما كيقولوا الشعره من العجين. لو ها هي دي صبغتها بسبراي ذهبي، وكناخدو واحد العود ديال الشواء هذوك اللي كنستعملوهم جوطاب، وكناخدو حامل من هذوك الحوامل اللي صوبناهم، اللي قلت لكم غنخلي لكم الرابط ديالهم على الشاشه، اللي استعملناهم من الكرتون. الوغ دابا كنلصقو اولا هذاك العود، كنثبتوه في القاعده ديال الورقه ديالنا، وكنقطعوا داك الطريف اللي غادي يوقف عند الالتواء، لاننا حنا الورقه درناها عندها واحد الطرف اللي هو شويه منحني من الاعلى. الوغ لذلك قطعنا طريف لان غادي تجينا مايله، باش ما يبان ليناش هذاك العود قطعنا داك الطريف اللي زايد، غيجي زايد من التحت باش ما يعيب ليناش المنظر. ومن بعد غنثبتو هذاك العود ديال الشواء اللي درناه على قد البلاصه اللي بغيناها باش ما تبانش، غنثبتوه بمسدس الشمع مره اخرى. الوغ كما كتشوفو كنحاول ندير دي ليني خطوط بين هذاك الوريقات باش نثبت مزيان هذاك العويد ديالي باش ما يطيحش، باش يكون قابط ليا مزيان ماسك ومتماسك في المنحوته ديالي، وغادي نخلي الورقه واقفه ومنصوبه القوام كما كيقولوا. وكنحاولوا نثبتوه بالمزيد من الشمع بالخصوص عند القاعده، لانها هي اللي غادي تكون مثبته في هذاك لاباز اللي صوبناها، ولا القاعده اللي صوبناها من الكلاي من العجينه ديال اللي كنديروها، عجينه السيراميك المزيفه اللي كنديروها كما وريتكم في الفيديو السابق، من اعاده تدوير الكرتون مثل كرتون البيض. الوغ ها حنا دابا ثبتناها، كنعاودو نصبغو من الوراء باش نخليو ان الورقه ديالنا يكون المنظر ديالها جميل من الوراء ومن الامام، وكنحاولوا اننا نقادو الورقه ديالنا تكون من التحت داك العرق ديالها يكون خط مستقيم باش تجينا جالسه مزيان في القاعده وتوقف لينا مزيان. الوغ كما كتشوفوا هانتوما، غادي ناخدو دابا هذيك الورقه، غادي نديرو حفره في هذيك القاعده كما كتشوفوا معايا، وغنملؤوها بالشمع الساخن. علاش؟ باش يثبت لينا داك عود الشواء اللي حنا لصقناه، غادي يثبت لينا جيدا، وغادي يقبط لينا الورقه ديالنا، غادي يمسكها باش تاخذ الوضع ديالها المستقيم. بما اننا حطينا لصاق، غادي نمسكو هذيك الورقه، تنحسو بان راه هذاك الشمع اللي درناه لداخل راه نشف، باش تاخذ لنا الوضع اللي حنا بغيناها تكون فيه. داكوغ، تماما كما كتشوفوا معايا دابا في الفيديو، انا بقيت ماسكه الورقه حتى حسيت انها نشفت بالكامل، وان الورقه مسكت مزيان في القاعده. الوغ ها نتوما كتشوفوا معايا، ها هي دي نشفات وقبطات مكانها. دونك غادي ما نساوش كما قلنا اننا غادي نصبغوا الوراء ديال القاعده، باردون، غنصبغوا الوراء ديال الورقه وغادي نصبغوا كذلك القاعده. دونك كما كتشوفوا كنزيد نثبت بمسدس الشمع عند الحواف ديال فين ملتقي الورقه بالقاعده، كنزيد مسدس الشمع كنثبت مزيان باش الوريقه ديالي تبقى في مكانها. وبنفس الطريقه غادي نكمل وغادي نصوب الورقه الثانيه اللي غادي تكون اكبر من هذه ان شاء الله، واللي شفتوها في الفيديو ديال التقديمه، غادي تجي بنفس الطريقه اللي عملنا بها هذه، غادي نعملوا الاخرى نفس المراحل
نفس الخطوات خطوة بخطوة، غادي نعمل نفس الشيء باش نشوفو في النتيجة النهائية بحال اللي شفناها في الفيديو ديال التقديمة. الوغ ديما كنديرو لي غوتوش، الا عندنا شي خويطات شي حاجة ديال الشوائب اللي ممكن اننا تزعج لينا المنظر كنحيدوها طبعا. وبعد هاد المرحلة غادي نصبغ القاعدة بالاسود باش تعطيني واحد الكونتراست ديال الالوان مع الذهبي. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها النهائي قبل ما نصبغها. غادي نصبغها من الوراء ونصبغ القاعده ونتلاقاو. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي، كيجيو رائعين وراقيين وما كيكلفوناش اقل من 10 دراهم. نتمنى ان فيديو اليوم يكون نال اعجابكم، وما تنسونيش من الاشتراكات واللايكات. مع السلامه.